سؤال يطرحه الكثير من السائقين، هل من الصواب أو الخطأ إطفاء محرك السيارة مباشرة عند التوقف في حال قطعت السيارة مسافة طويلة وبمعدل سير يزيد عن 100 أو 120 كيلومتر في الساعة، خصوصا في فصل الصيف؟ هي صح، لازم تستنى شوية ثاني يطفى الفونتيراتور تاعنا هكا باش تبردنا الموتور تاعنا ونطفي الطوموبيل هكذا باش تبرد الطوموبيل، كي تطفى ما تطفى بردة. شغل شوفي باكي طفيه هو سخون ما يدير له مشاكل بزاف، كي طفيه هو سخون الموتور تاعو لازم يبردو، كفا ما يبرد ساعه يهبط ليكوي تاع سخانه يطفي على روحه. أعطاب ميكانيكية يسببها التوقف المباشر للسيارة عند الركن بغض النظر إن كانت الأخيرة من الجيل الجديد أو القديم. عندنا جوانت كراسة، هذه حاجة كبيرة كاع لي كفام ما يتحرك جوانت كراسة تاعنا تسخن طوموبيل. النصائح ثانية دوكا في السخانة شوف فيري في الماء تاعك، هذه أول حاجة اسمها يدير نوعية مليحة في الماء تاعو، ولي ديري تاع الماء ثاني كامل فيري فيهم كيفاه ما كيتقطعوا في الطريق يسخنوا منه يطيروا. ويبقى الخيار للسائق في إطفاء محرك السيارة مباشرة أو العكس بالنظر إلى الإشارات أو التنبيهات التي تشير إليها لوحة التحكم أو التابلو بار.